نحن الظهر كنا قدام مت عمته، رحنا المفروض عمته والبنات كمان دقيقة وراحوا، وبعد شوي شفنا أبو إبراهيم بالشارع. معنى الحديث إن الحرامي فات دغري بس طلعت عمته والبنات، واحتمال يكون شافها هي وعم تحط المفاتيح تحت الدعسات. يعني بيعرفنا، شكله كان مراقب الوضع. طبيعي حرامي بيراقب، بس في شغلة ما انتبهنا له. شو هي؟ هيدي لعبتي لورا. بعرف، فوتي على الموضوع. لعبتي اتحركت من محلها، أنا أبداً ما بحطها هيك. بلكي بقت من حركتنا أو لا. أنا كنت آخر وحدة بالأوضة، ثبتها ورحت. ولشو يعني بتثبتيها؟ ومتأكدة؟ متأكدة. بتعرفي ليش؟ ليش؟ لأني بحط فيها كاميرا. شو؟ لما شفنا أبو إبراهيم بالشارع كان مبين عليه مزعوج شوي. إيه وشو يعني؟ يعني يمكن ما دغري راعبت عمتك، يمكن تكون وقفت معه السيارة أو تأخر لوصل. شو بيأثر إذا راح دغري أو تأخر؟ لك إذا فات دغري يعني الحرامي فايت قبله وكان مراقبنا كلنا. مش ضروري، يمكن الحرامي شاف الباب مفتوح ونسي يسكره أبو إبراهيم، بس حس عليه ضربه. لازم نعرف أبو إبراهيم أيمتى راح. أنا كل ما بطلع مشوار حط فيها كاميرا للعبته، جاب لي إياها بيه من برا. يعني فات الملطم هو نفسه وسرقنا؟ يمكن، أكيد مراقبنا. شوفي التوقيت أيمتى جاي، من بعدنا بدقايق. إذا هيك صار في مشكلة. شو هي؟ بحسب كلام عم رائف، أبو إبراهيم اتأخر ووصل على البيت دغري. آها، يعني الحرامي فايت دغري وكان مراقبنا كلنا. بس كيف؟ الباب مش مخلوع، بعدين ليه بس سرق العاد؟ كان كل شيء قدامه. فات لأنه شايف عمتك عم تحط المفاتيح تحت الدعسة، بس ليه ما سرق غير العقد ما بعرف. في شيء مش منطقي. شو اللي مش منطقي؟ شايف ماما عم تحط المفتاح تحت الدعسة، فات على البيت سرق العقد، راح أوضتنا سمع صوت السنجرة، نزل ضرب وضله طالع. والسنجرة شفتيه بعينك؟ ضربته عادية، يدوب طالع دم. ما هو قلت المهم عليه لحتى ما اجينا الظهر. شو يعني؟ يعني لازم نعرف مين الملطم، بعدها منشوف قصة السنجرة. خبرينا شوف الملطم، بلكي منلاقي شي إشارة. لك كأني شايفة هالإشارة؟